بركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بريق النبي صلى الله عليه وسلم وبعرقه، حتى كان من عادتهم أنه إذا كان في الصباح وصلى الفجر أتوا بآنية فيها ماء، فغمس النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الماء وعرك يديه في الماء، فيأتي به الصبيان يأتون بهذا الماء ثم ينطلقون به إلى أهليهم يتبركون بأثر النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا أي الصحابة إذا توضأ النبي عليه الصلاة والسلام كادوا يقتتلون على وضوئه، على فضل الماء يتبركون به ويأخذون من عرقه ويأخذون من شعره، حتى كان عند أم سلمة إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وإحدى أمهات المؤمنين عندها جلجل من فضة، يعني مثل الطابوق، فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، يستشفى بها المرضى أو يستشفون بها، يعني يأتون بشعرتين أو ثلاث من شعرات الرسول عليه الصلاة والسلام يضعونها في ماء ثم يحركونها من أجل أن يتبركوا بهذا الماء، لكن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام.